الاهلي يتفوق على سموحه في الشوط الاول 2-0 بهدفين ولا اروع لايمن اشرف الذي تقمص دور علي معلول واحرز الهدف الاول بكل كفاءه واقتدار، وهدف ولا اروع من الصفقه الهائله بيرسي تاو ومهاره فرديه رائعه. كابتن شريف زي ما توقعت 2-0 الحمد لله. عايز تكمل تقول حاجه؟ لا لا لا، على الفرق بيني وبينكم يعني الحمد لله الحمد لله. انت سابقنا عامه، انا سابقكم في السن يعني. لا والفكره يا كابتن اكيد في الفكره. لا على طول بيطلع. لا لا انا استحضرت روح 4-0 وسالتكم السنه اللي فاتت على طول الكابتن شريف، فتمنيت تكون بدايه الشوط ده ب 2-0 يعني. الحمد لله اللعيبه زي ما اتفقنا كلنا عندهم شكل فردي بيحاولوا يعملوا الباس السليم في الرجل اللي هو القاتل اللي هو يقدر زي الجول بتاع ايمن اشرف. اتكلمت عن ان المهاره الفرديه هيكون ليها كلمه السر الشوط الاولاني، ده شفناه في هدف بيرسي تاو. يعني شفنا المهاره الفرديه والتحركات. صحيح. يعني كل ما بتتحرك في الملعب اكتر كل ما يكون عندك فرصه انك انت تعمل زيارات كتيره وتحرز اهداف. صحيح. انما في ميز باص كتير النهارده هو اللي خلى شكل لسموحه. في ناس النهارده تقول لك سموحه موجوده في نص ملعب النادي الاهلي، ده كونتر اتاك للميز باص اللي احنا مش مركزين فيه شويه، انما الحمد لله في تقارب وكومباكت اللي احنا بنتكلم عنه بين الخطوط هو ده اللي مدي مساحات كتير قوي لفرقه سموحه ان هي تبقى معاك، انما حق مشروع جدا ان اي فرقه بتلعبك انها تبقى عايزه تهاجم عليك، عايزه تروح الناحيه الثانيه، خاصه لما يكون عندهم امكانيات لعيبه كويسه. فالف مبروك الشوط الثاني ونامل ان الحكايه تكمل الاولاني ونامل بالشوط الثاني باذن الله. باذن الله ان شاء الله. كابتن علاء، تقدم مستحق الشوط الاول برغم ضربه الجزاء المهدره في بدايه المباراه. قبل التقدم وضربه الجزاء موسيماني خلاص اعتمد الطريقه دي، ان هو بيلعب 3 4 3 بالظبط في الملعب، 3 4 3 في الملعب النهارده. صحيح. فواضح ان هي طريقه وجود معلول او عدم وجود معلول او السوليه هو خلاص اقتنع بيها اقتناع تام. ممكن بس المهام تبقى مختلفه شويه، لكن هو اللعب النهارده 3 4 3 مظبوط. تطبيق في الملعب 3 تطبيق في الملعب هو 3 4 3 بس بانون بيروح ناحيه اليمين. مظبوط. هي دي بس الاختلاف الوحيد. لكن اللي انا عايز اقوله، احنا اتكلمنا على فرقه سموحه في بدايه الاستوديو، قلت لك ان في عندهم مشاكل في قلب الدفاع. محمود عزت وراجب نبيل بطء واثنين بيترقصوا سهله جدا. كابتن شريف كان بيتكلم على بيرسي تاو، بيرسي تاو مره فرديه لان عدى من رجب نبيل اللي عنده بطء، ومحمود عزت بطيء جدا في حتى الدورانات، وهدفين مستحقين. لكن بس في اللي قلقنا بس شويه ان الملعب مفتوح شويه. الملعب فيه مساحات كتير قوي يعني هنا وهنا، يعني النادي الاهلي حاجه كويسه، لكن بتمنى مستر موسيماني الشوط الثاني الملعب المساحات تقفل شويه. 2-0 المساحات تتقفل بتغيير طريقه ولا يلعب نفس الطريقه؟ الطريقه مش هتتغير خلاص، نفس الطريقه. الطريقه هي لكن اللعيبه تضم شويه على بعض، المساحات القليله في نص الملعب مش عايز يعني مش عايز المسافه من حمدي فتحي اللي مثلا لاحمد عبد القادر تبقى كبيره قوي، لازم. صحيح. الخطوط تبقى قريبه قوي، لان سموحه الوقت ما عندوش حاجه يبكي عليها، هتلاقي المساحات موجوده، بيحاول يهاجم، بيحاول يصلح الشكل، ان دي فرصتك ان انت ممكن تضيف هدف ثالث ورابع زي ما كابتن شريف بيقول. لان هي بس المشكله ان نص الملعب يتقفل شويه، يتقفل بديانج ورجوع احمد عبد القادر لتحت شويه مع محمد مجدي، ودايما خلي حسين الشحات وبيرسي تاول قدام. صحيح. كابتن عادل، يجي على طول في الحسبان او في البال تقدم الاهلي ماتش المحله 2-0، ولكن علشان مستر موسيماني يحافظ على المكسب ده يعمل ايه الشوط الثاني؟ يعني انا دائما بقول التغييرات الكتير بتؤدي الى عدم انسجام. كويس. اتمنى ان التغيير يبقى على اضيق الحدود، ده رقم واحد. رقم اثنين، الحاجه اللي عجبتني والسؤال اللي احنا طرحناه، قلنا هل انت كمدرب تغير الطريقه بتاعتك ولا تغير لاعب ممكن تحطه في الطريقه دي؟ اتكلمت انا وقلت للكابتن علاء، الكابتن علاء قال لي لا انا ما غيرش طريقتي، اخلي طريقتي واغير لعبه. ده صح تماما، موسيماني عمل كده ونجح فيها. علشان نفضل محافظين على الاداء ده، انا اتمنى ان بدايه الشوط الثاني ننزل نستغل اول فرصه ونحرز هدف. الحاجه الثانيه، عدم التغيير الكتير، حته الراحه ومش الراحه خلاص، يعني احنا في مباراه والناس هتريح، يعني اكمل باللعيبه دي واشتغل بيهم على اضيق الحدود، ان انا اغير في اللاعبين، لانه المشكله اللي بتبقى احيانا عند النادي الاهلي في التغيير الكتير اللي بيحصل، فبينزل اللعيب عقبال لما بنغير اكتر من لاعب، عقبال لما اللعيب بينزل بياخد له وقت كبير قوي، احيانا بنحط 2-3 لعيبه في التغييرات بتاعتنا. اتمنى ان احنا نفضل على نفس المنوال بتاعنا، نفضل ونجيب اجوان نجيب اجوان نجيب اجوان، اتمنى ان نكسب عدد كبير من الاهداف، وما يجيش فيك عشان ما يجيش فيك اهداف، لازم اللعيبه كلها تبقى
لما الكره تبقى معاك انت بتلعب 3 4 3 بنفس طريقتك، يبقى لازم على الاقل السبعه يبقوا تحت الكره، الثلاثه يبقوا منتشرين في الحته الاماميه علشان يتمسكوا علشان ما يتعملش عليك ضغط. باذن الله رب العالمين. هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره اخرى نكمل كلامنا مع كباتن الكبار، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن بلال، اتكلمنا قبل الاستوديو في بدايه الشوط الاولاني على دور بيرسي تاو النهارده. بيرسي تاو بمهاره فرديه رائعه احرز هدف ولا اروع. طقطق فيه؟ لا طقطق والسلام عليكم. مش طقطق فيه. محمود عز. محمود عز. احنا قلنا يا كابتن يعني الشغل اللي هيشتغله بيرسي تاو، عايزين بس نقول يا كابتن سريعا في تغيير في صفوف النادي الاهلي، محمد هاني بدل اكرم توفيق. عشان الانذار اعتقد. ممكن يكون عشان الانذار. وعصب النهارده شويه. اتفضل يا كابتن. فزي ما قلنا، قلنا لو عملوا زي الاسماعيلي بالظبط وابتدى الوينجين اللي معاه يفضلوا المساحات هنلاقي في خطوره لبيرسي تاو، زي ما حصل الماتش ده، زي ما حصل في المباراه اللي فاتت. هو لعيب عنده مهارات عاليه، بيعرف فينيشر، لعيب كويس، بيستغل الفرص بشكل جيد. الماتش اللي فات سجل هدف برضو من مهاره فرديه، الماتش ده بيسجل هدف من مهاره فرديه يعني روعه جدا. طبعا استغل بطء عزت محمود عزت. طبعا ورقصه ترقيصه بلدي كده، احنا بنلغط الكوره يعني. تمام. وجاب جول رائع جدا جدا. الاهلي النهارده متميز الحقيقه، الاهلي متميز لانه صابر النهارده كتير. يعني سموحه ابتدى مقفل الجيم، الاهلي ابتدى يستحوذ 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 لحد ما في وقت من الاوقات اكيد هيتخلي لك فرصه. صح. ده الاهلي اضاع ركله جزاء في بدايه المباراه، ولكن ما اثرتش سلبا على اداء لعيبه النادي الاهلي. يعني الاهلي كان متفوق معظم الاوقات الماتش الشوط الاول. طبعا يعني في لينا اكتر من فرصه كانت محققه، كان ممكن برده عبد القادر يسجل هدف تاني. صحيح. الاهلي افضل بشكل عام، خطورتنا جايه من ان انت بتعرف تستغل المساحات اللي بتتاح للعيبه بتاعتك. ممكن على فكره نسجل الشوط الثاني اكتر من كده، يعني بإذن ممكن الله. لو ابتدينا الشوط الثاني بدايه غير بدايه المحله. ايوه بالظبط. تمام. بدايه ضغط وانك عايز بتدور على الهدف الثالث، الامر ممكن يبقى بالنسبه لك سهل جدا وتحافظ جداً. على نظافه الشباك بالتنظيم، يعني احنا بس ينقصنا شويه تنظيم دفاعي صغير. صحيح. ونبقى البيرفكت النهارده في ماتش باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.